بارك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر لدى استقبال سموه لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن رسوم الأنشطة التجارية التي أمر سموه بإرجاء العمل بها لمرتين فترة كل منهما ستة أشهر وقد اعربت غرفه تجاره وصناعه البحرين عن بالغ شكرها وعالي تقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمه التي توجت بالتوافق التام بين الغرفه والوزاره حول رسوم الانشطه التجاريه مؤكدا ان التاريخ يقف شاهدا على مواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المشهوده والداعمه دائما للقطاع التجاري فيما اكد سموه على دور التجار كبيرهم وصغيرهم في المنظومه التجاريه. حث مجلس اداره الغرفه على دعم صغار التجار فالغرفه هي بيت التجار جميعا. متنيا سموه على ما حققه مجلس الاداره من انجازات خلال فتره وجيزه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين برئاسة السيد سمير بن عبد الله ناس والذين تقدموا بالشكر والتقدير لسموه على كل ما ينهي من اهتمام بالقطاع الخاص من أجل أن يقوم بواجبه في نهضة الاقتصاد الوطني وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر في هذا الصدد أن الحكومة والغرفة تجمعهما شراكة استراتيجية وهدف واحد وتنشيط المسار التجاري والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وشدد سموه على دعم الحكومه للقطاع الخاص وان ابوابها مفتوحه للاستماع لارائه ومقترحاته والتشاور معه في كل امر يسهم في تقاسم المسؤوليه نحو دعم الاقتصاد الوطني. مشيرا سموه الى ان البحرين كانت ولا زالت سباقه في كل شان تجاري ولديها غرفه تجاريه من اعرق الغرف في المنطقه وتاريخها يشهد على دورها المحوري في مسيره العمل الوطني. وان الحكومه دأبت دائما على دعم جهودها في النشاط التجاري ومساعدتها على تجاوز العقبات. واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور والمكانه العريقه لغرفه تجاره وصناعه البحرين، واسهاماتها عبر مختلف الاجيال في تقويه اركان المنظومه الاقتصاديه والتجاريه في المملكه، فاصبحت شريكا رئيسيا فيما وصلت اليه البحرين من تقدم في مختلف المجالات. واثنى سموه على ما يمتلكه تجار البحرين من خبرات توارثوها عن ابائهم واجدادهم وما قدموه من عطاءات اسهمت في توسيع القاعده الاستثماريه واطلاق العديد من المشروعات الرائده التي اسهمت في تنميه اوجه النشاط الاقتصادي في الوطن. واضاف سموه اننا نامل ان نعمل ونتطلع كذلك الى المزيد من الخير لبلدنا حتى نرى البحرين في اعلى مراتب التقدم. مؤكدا سموه اهتمام الحكومه بشكل خاص بالتجار الصغار والمستثمرين في المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعمهم لما تشكل هذه الاستثمارات من اضافه نوعيه للاقتصاد الوطني وشدد سموه على اهميه ان يتعاون الجميع من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين مشيدا سموه بما يتسم به المواطن البحريني من صفات الابداع والحرص على الانتاج من جانبهم توجه رئيس وأعضاء مجلس اداره غرفه صناعه وتجاره البحرين بخالص الشكر والتقدير الى سمو رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل لبيت التجار مشيدين بما يليه سموه من اهتمام بمختلف القضايا التي تهم الشارع التجاري وحرص سموه على تذليل اي عقبات تعترض المسيره التجاريه في المملكه وأكدوا أن دعم سموه للقطاع الخاص يشكل حافزاً لهم على بذل مزيد من الجهود التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوهين بتوجيهات سموه العديدة ومواقفه المساندة للتجار ورجال الأعمال في مختلف الظروف.